الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام محمد بن عبد الله. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم عليه تسليما كثيرا. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. انتهى بنا المطاف في الحلقة الماضية على ذكر أهمية النصح والتوجيه والعتب في حياة المجتمعات والعوائل والأفراد. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الله جل في علا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لعظم أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الناس. والنصيحة صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحيانا تكون النصيحة ليس فقط في الأمر والتوجيه على ترك أو فعل واجب، أحيانا حتى مستحب، وليس بالضرورة ترك محرم، ترك حتى مكروه، ليس بالضرورة على قضايا شرعية صرفة، قضايا اجتماعية أسرية سلوكية تربوية اقتصادية سياسية، توجه وتنصح وتقدم الدليل بالتي هي أحسن. وجرت العادة الغالبة أن الإنسان إذا سلك المسلك الشرعي من صلاح النية وصلاح الظاهر والباطن، يعني كانت نيته صالحة، يعني هو يبي الخير، ما يبي يضغط الطرف الآخر ولا يبي يشمت فيه ولا يبي ينزل من قدره، لا لا، أبي لك الخير، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه من الخير. هذا من كمال الإيمان، إنك تحب الخير لغيرك مثل ما تحبه لنفسك. ومن لوازم وتوابع هذه المحبة النصيحة، وأحيانا تنصح من طلبك النصيحة، وأحيانا تنصح من لم يطلبك النصيحة. أحيانا إنسان يأتيك يشتكي أو يطلب النصيحة وتوقف معه وتنصفه وتنصحه، وأحيانا لا، أنت بمجرد ما علمت أن فلان تصرف خاطئ مع فلان، دورك أنك تنصح، خاصة إذا بينك وبين دلال، بينك وبين ميانة، بينك وبين قرب، تنصح وتروح له، لا تنتظر المظلوم يشتكيك، لا تنتظر المظلوم يشتكي الظالم. بمجرد ما تعلم أنت تدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم شجع وحث ورغب على إصلاح ذات البين، بل أجازت الشريعة الإسلامية الكذب من أجل إصلاح ذات البين. فالشاهد لابد الإنسان يكون مبارك ينتفع الناس به حيثما كان. ومن أشكال البركة التوجيه
وأحيانا العتب، حتى العتب صورة من صور النصيحة، إنك تعتب عليه وتغضب عليه وتقول اللي سويته غلط واللي سويته في مخالفة شرعية واللي سويته خطأ، وكان يفترض والله ما تسوي هذا التصرف ولا تقول هذه الكلمة. هذه نصيحة ونهي عن منكر. أبو ذر الغفاري قال: سببت رجلا فعيرته بأمه، غلط على أمه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيني، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ قال: بلى. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: فقلت: يا رسول الله، أبعد هذا العمر؟ يعني وين الجاهلية؟ من زمان أنا مسلم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. لاحظ قدر أبو ذر عند النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أعظم من قدر ذاك المتطاول على أمه. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ما منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من النقد والعتب واللوم والتوجيه والمؤاخذة. فحبك لشخص لا يكون حاجز بينك وبين نصيحته وتوجيهه. المحبة شيء، بل من لوازم المحبة الحقيقية اللوم والعتب على الخطأ. هذه محبة مزيفة، إني أشوف صاحبي وأخوي ولدي زوجتي على خطأ وأسكت، ما أبي أزعله، ما أبي أحرجه، ما أبي يزعل علي. لا، هذه مو محبة صادقة. المحبة الصادقة لها لوازم، من لوازمها النصح، من لوازمها العتب، من لوازمها اللوم، هذه كلها من لوازم النصيحة والمحبة الصادقة. فلابد الإنسان أن يفرق بين النصح وبين الكراهية، أبدا لا تلازم بينهما. دورك أنك تنصح. فاطمة بنت قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان، هذا رجل من قريش، من أبن عن جد معروفين، ما قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير المعدم، وأما أبا الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة. خلاص سألت الآن يتوجب النصيحة الصادقة، ما أجي على هواها ولا على هوا فلان ولا أراعي فلان ولا يسأل علي فلان لا 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 لا، يتوجب علي النصيحة الصادقة. كن صادقا في نصحك. فاصل يسير وأعاود التواصل معكم. لا يزال الخير حياً لا يزال، إن في الدنيا سلاماً وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. قم بنا. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، عوداً على بدء. من القواعد المهمة جداً حال النصح والتوجيه والعتب واللوم بأي صورة من صور التوجيه كانت، لابد مراعاة الأسلوب الحكيم في نقدك أو توجيهك أو لومك أو أمرك أو عتبك. لا تقول والله أنا نيتي طيبة ونيتي صالحة، فيفترض الطرف الآخر يقبل أي أسلوب أنا وجهه فيه إلى خطأ. لا تفترض بالطرف الآخر أنه راح يقدر عمرك أو يقدر علمك أو يقدر أسبقيتك في النصح، لابد يجتمع هذا مع ذاك. لما أرسل الله عز وجل موسى وأخاه هارون إلى فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي، كفر بلغ الغاية بالكفر، كفر اللي ادعى الألوهية والعياذ بالله. مع ذلك الله يأمر موسى
وفرعون عليهما وعلى نبينا السلام، قال فقولا له قولا، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الذي قال أنا ربكم الأعلى، الله يأمر موسى وهارون بالتلطف معه في النصيحة والدعوة والتوجيه، فرعون. طيب من باب أولى غير فرعون؟ من باب أولى من هو دون فرعون بالكفر والعناد والشرك والضلالة والغواية؟ كيف إذا أنت تبي تنصح مسلم بينك وبين عوامل مشتركة كثيرة، رب واحد ورسول واحد وقبلة واحدة ودين واحد؟ فلا بد إذا أردت أن تنصح وتوجه وتعتب، لا بد تراعي الحكمة في نصحك. من غير المعقول حتى لو أنت معك حق ونيتك طيبة وصالحة أنك تنصح إنسان أو تعتب عليه على أو تلومه في محضر آخرين، كأنك تبي تحرجه. ولذلك يقول الشافعي قال تغمدني بنصحك بانفراد، تبي تنصحني صحني بانفراد، مو تنصحني بجماعة بين الناس، والله أنا أنصحك أنا أوجه لك نصيحة، ترى اللي سويته غلط اللي سويته صح، مفروض تسوي كذي مفروض تسوي كذا، كلمتك مو في محلها، أنا عتبان عليك، والناس قاعدة تطالع شرق وغرب. كيف تبي إنسان تنصحه بهذه الطريقة وهذه الفضيحة وتبي يقولك إيه والله الله يجزاك خير عسى الله يكثم أمثالك، إيه والله زين إنك وجهتني، والله إني غايبة عن بالي هالمعلومة ولا هالتصرف ولا هذا، أندر من النادر. يعني ما يقوى على تحمل هذا النقد العلني إلا ناس قلائل، أما غالب الناس وأكثرهم ما يتحملون، بل بالعكس قد يسمعك كلمة ما ترضيك ولا تسر خاطرك، مثل ما أنت هو يراها أنك فشلت وأحرجت أمام الآخرين، هو يرد عليك صعصعين، هو ما يشوفها نصيحة، يشوفها تعيير، يشوفها فضيحة، يشوفها إحراج، يشوفها تنزيل من قدري وقيمتي. وأيضا هذا نوجه للمعلمين والمعلمات في فصولهم الدراسية والدكاترة مع الطلاب، أي صورة من صور الموجهين، إذا رأيت تصرف ضايقك ولا خطأ من أحد الطلاب أحد، لا تنصح أمام الكل إذا أردت أن يقبل منك، قل له مثلا بعد الحصة ولا بعد المحاضرة ولا مرني بغيتك المكتب، ولا ترى اللي سويته غلط، وترى أنا أحشمك وأنت صاحب يعني عمر يفترض تتنزه عن هذه التصرفات، وأنا والله احتراما لك واللي خاطرك ما بغيت أحرجك أمام الآخرين، سيتقبل منك مباشرة. لكن تفشله أمام الآخرين حتى لو كنت أنت أكبر منه، لن يراعي الفارق العمري، لن يراعي الفارق كذلك العلمي، لن يراعي الفارق الأكاديمي، هو ما يراها، يراها إحراج، فمضطر اضطراراً بحكم عمره وعواطفه يرد عليك رد يسوءك. فلا بد كما كنت صادقا في نصحك كن صالحا في نصحك. أسأل الله عز وجل لنا ولكم صلاح الحال والبال والأهل والولد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى هذا الحد أقف، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواطر،
قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال.